وضمن فعاليات عيد الفطر في السعودية عايد الفنان الكويتي طارق العلي جمهوره بمسرحية عنتر المفلتر. هذه المسرحية التي عرضت على مسرح جامعة الأميرة نورة وسط حضور كثيف من جميع الفئات. نعم عبد العزيز الزميل خلف الخلف معه تفاصيل أكثر لنتابع. الفنان الكويتي طارق العلي وعرض أول من عنتر المفلتر على مسرح جامعة الأميرة نورة. وفي ناس يا أخي تقول بطول جبلك يشوفون غرقان يصورك طلعني زين. في ناس الله يهديهم يقولون لا تروح منك ترى في غرقة. لا أرقى كذا ما حصل. عمل جريء بطابع كوميدي يطرح من خلاله طارق ورفاقه قضايا اجتماعية على رأسها الفساد. موسم جميل وتنافس لإسعاد هذا الجمهور الجميل، مو بس السعودي، كل زائر للمملكة. اليوم عنتر وش عنده بالضبط؟ أبيك تحكينا شوي عن هالمسرحية. عنتر هد الربع الخالي وجايكم الرياض، عنده قضية يناقشها تهم الجميع، قضية الفساد وما آل إليه من خراب بيوت. العمل كوميدي ساخر يحمل مسج مهم جدا هادف، شريحتين، الشريحة الثرية جدا والشريحة المتضررة جدا. موسم عيد استثنائي من خلال أكثر من 10 مسرحيات كوميدية يقدمها نجوم الوطن العربي لتعرض في جميع مناطق المملكة، ويشهد العرض الأول حضور كبير من جميع الفئات. العيد هذه السنة مختلف ونوعي، نشرنا البهجة ولله الحمد في جميع مناطق المملكة. تم إطلاق 900 عرض حول المملكة شاملة للعروض ومسرحيات وغيرها من الفعاليات الكبرى واللي أول مرة تكون موجودة في المملكة. ولله الحمد نتيجة للإقبال الكبير التذاكر نفذت. هذا اللي نحتاجه، على داعي الواحد يسافر برا المملكة ويضيع فلوسه ويتواجد في بلده وكل شيء حواليه. وأنا ممتن جدا لهيئة الترفيه على استضافتهم. الشغف بالمسرح، أنا من المهتمين بالمسرح، خصوصا أن طارق العلي أول عرض خارج الكويت ويكون في الرياض، يعني شيء رائع جدا. تقدم هذه المسرحية لأول مرة هنا في الرياض، ترسم المتعة والبهجة على حضور غصت بهم جوانب هذا المسرح.